أمرر على جدث الحسين، أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكي. هذه اللي قرأت في محضر الإمام الصادق عليه السلام. وأدري القلوب بعد في كل ما جال تزداد اشتياقا إلى كربلاء. أي والله حقيقة والله مشتاقين لكربلاء. يا أبا عبد الله أمرر على جدث الحسين يا زائر يلي الآن في كربلاء، أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكي. يا أعظما لازلت من وطفا ساكبتي روية شريد. يقول الشاعر يا أبا عبد الله يا جسد المولى، شي خاطب الشاعر يقول له ما لذ عيش ما لذ عيش، لسان حال الشيعي المخلص. ما لذ عيش ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية، فإذا مررت بقبره يا زائر، فإذا مررت بقبره فأطيل به وقف المطية. يعني ما يمتطى شوي على هونك قل أوقف، فأطيل به وقف المطية وابكي المطهر يعني الحسين، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية يا فاطمة، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية كبكاء معولة حدت يوما بمهجتها. يعني المرأة الثكلة اللي عندها فرد واحد وليد واحد وهذا تخطفه ايد المنون يروح، شلون تبكي عليه؟ يقول هالشكل بكاءك مثل بكاء الثكلة على الحسين، ابكي كبكاء معولة حدت يوما بمهجتها المنية. أوصيك أوصيك يا زائر، أوصيك يا زائر وصية من توصل القبر الشفي. اطلع اطلع منها، روح الكربلة، جرد نفسك، خرج من هالمكان، روح هناك في أرض الأحزان. ما كنا باليوم هاي أيام محرم، الزهراء غاد، كل الأئمة الأطهار سلام الله تعالى عليهم، خلي روح قلبك لغاد الكربلة يا الله. أوصيك أوصيك يا زائر وصية وصية من توصل القبر الشفي، يا بدمعك تسيل على الوطية، بعد دمعك تسيل على الوطية، ونادي نادي يا غريب الغاضر. إلك إلك أعيدها إلك أنت تنادي، يا بنادي نادي يا غريب الغاضر، نادي يا غريب الغاضر يا أولى على جسمك رمي. سيدي تلعب عليها خيول ومية، بعد بعد الصعب تلعب عليها خيول ومية، وسلبه ومن عقبك منو منو يا هي شي اختار الشاعر يقول لها سلبه ومن عقبك يا 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 يا
رقي. لا حول ولا